كي نشوفوا تحليل الاقتصاد الحالي مخصوص انتيغراسيون. هي اعترافات أحد المسؤولين بقطاع الصناعة حول وضعية المؤسسات الجزائرية، فجل المؤسسات الوطنية اليوم تتوفر على نسبة مقابل استيراد نسبة كبيرة من المادة الأولية. لا بيتونا قدام ريكم درك ها كيف راح نديروها؟ دخل الاقتصاد الوطني يمكن حضرتك سبوين مكلاو ريس عم بعضاو. اسمع لا لا وعدوا لا نطبيع عمرك وين تنطي. ولا لا انا مادام بابا يعيط هكذا سير المهم ما طلعت له الدقري. لا اسكت اسكت. بيبيكم واش صادو؟ ما كنتيش معاه. شنو نكون معاه هو في الصالون في الكوزينه؟ اما لو واش تكسر؟ كحس. كون ضربك بيه. ضربك جن. لا لا طاح من يدي كي سمعت العيطه تخلعت. بلغنا قبل قليل من مصدر موثوق أن الصحراء الجزائرية تتعرض إلى تفجيرات واسعة على مستوى الأبار البترولية، وذلك بسبب عمليات الترقيب التي لا تخضع لأي عقوبة ولا لأي دراسة معمقة حسب الإفسادات المصدر. ماشي كما دوك المسلسلات الأتراك اللي تبعهم هذه واعرة عليها. ماشي للمزيد من المعلومات ترقبونا في نشرتنا الإخبارية اللاحقة. يا راجل توش بي واش صادك؟ الله يرحم والديك اللي فيا راه يكفيني بركاني يرحم والديك. حوال جوية تاعو انا ماهيش عجبتني دوك الضربة ها هو الهربة تسلك. يا رواح واش من الهربة ريح. نقول لك انا اللي غلطة جيت نهضر معاك. ايه قلت تهضري معايا بنادم كان مكونسونتري مع القضيه وانت جيت دخلتي كي زردوميه في النص. يا عزيزي كل ما هولتناش بالعياط ما ندخل كي زردوميه في وسط الكونسلطاسيون في القضيه تاعك. صح بابا انا خليت لا ريفيزيون تاعي وطلعت نجري خلعتني. يا خلا ضربوك رانا خفنا عليك يطلع لك لا طونسيون الله يضربك السكر. بالك لا راني مريض بهم للزوج وماني جايب خبر الله العظيم. وزيد انا واش بقالي انا هنا درك خلاص باع وروح. هلا انا نتقلقت على الحاله اللي رانا وصلنا ليها هنا فهمتي. ها البيت ما كانش خلاص درك البيت هو كيما هيرو ها واش اللي قلقني هذوك المصايب هذوك اللي راهم يخزنوا في السلعه. اخزن 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 هات برك فهمتي. ومن بعد واش هو يقول لك تقطعت وكي تقطع واش يوليو يبيعوها لنا حنا مارشي نوار على هذه اللي راهين يهبلوني. انتي هاك انتي مات علينا فهمتي. انتي مات علينا انا اللي تبعت الحاله هذه وقلقت على الحاله اللي رانا وصلنا ليها فهمتي. هاك انتي المسلسلات كي تفرجيهم واش تعودي تدمي ها تعودي تهبطي فيهم كرود قولي ها قولي انا تقلق ها ما تقلقيش انتي هاك تقلقي عليهم حتى انا ثاني راني تقلقت على الحاله اللي وصلنا ليها فهمتي. مالا خلاص يرحم والديك الله العظيم. اي بصح بابا هذاك مسلسل بابي ماشي كيكي بابي هذاك مسلسل تشاك البوم والله هذاك فيلم ماهوش صح. ونسيت هانا تفرجنا هادو عوام يا عوام. بركي بلا تمسخير ما عندها بركي بلا تمسخير رحم والديك قالت لك هذاك ايه والله غير صح. ديري والله غير صح. هي كنت نتفرج في الفيلم وتمتم التقطع وجابوها تهدر. أي خلاص أي كل واحد يحكم بلاصه وي هاي او شكون اللي جانا هذا الوقت هذا؟ روح خالد ادخل ريح على سلامتك. الله السلام عليكم. السلام اخويا. الله يسلمك اخوتي. الله يسلمك اختي واش راكم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كي راكم لاباس. الله والحمد لله. ايه وانت لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. هاي اسمعني هاي روحي حفظي على راك يلا
راهي هيا انت قعد اخر خالو الله خالد هيا روح سلم يلا وروح روح 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 على بالك بلي من قبيل وانت في بالي خير ان شاء الله واش كيفاش فرات مع هذاك الطرف تاع الارض هي يداوه وباعوه وشربوا عليه قهاوي يا رجال برجال ورجال بالظلام ابو نسبه ها يا خويا في الزمان هذا حاجه ما يباطل كل شيء بالدراهم اسمع موش كاتب لنا هاي موش كاتب لنا على خاطر كتبوه لواحد اخر فهمت هاني باه نقول لك بس معليش خلي نهار اللي يرضاو علينا سيدي يمدوا لنا المهم الحمد لله الواحد الشيء اللي فيه يكفيه قول لي خويا العزيز واش بك اليوم ماكش عاجبني مش كيما عوايدك ياك على بالك اختي تا والله ما على بالي منين راح نبداو منين راح نخلص والله العظيم والله والله ما تقول ليش تقابط مع مرتك وحرمت عليها كي العام اللي فات او وليش تحرم اخويا انت واش بيك هذا لا تحرم نرفتني يا ابو نسمه نرفتني المراه عامله صعيبه مخليه كلش ما زلت برك في العياط والقباض كل دقيقه هذاك هو بيت القصيد جارة يا اخي القضيه هذه فرات عندها مده هذاك العام اي ما فرات ما والو ابو نسبه ما فرات ما والو يا المره مخليه الدار ونهار كامل ويا هامله عيطت عليها بالتليفون قلت لها عندي حبيبتي نعاون فيها انا عندك الحق انا معك هنا يا صح يعني صراحه نقول لك درك في الوقت هذا ما كانش واحد يعاون واحد شنو اللي عنده الحق ها انا اللي عندي الحق لا لا هو اللي عنده الحق إيه والله غير والله غير صح انت اللي عندك الحق إيه والله غير عندها الحق اختك إيه فهمت عندها الحق ايليك شويه ايليك شويه قول لي خويا راح نسقسيك برك والقفطان الخضر هذاك زاد سلفته الجاره كيما مال فتيف الجيران شو 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 حنا رانا في قضيه وحابين نفريوها وانت يا شراك الفم رجعت لنا القفطان وتشلف وما نعرف واش والنوض لي قسما بالله غير هذاك الفم نريبه لك انا باه نقول لك اسمح لي شويه احترام على بالي ولكن معليش اختك على بالي تقدرها ولكن راك تشوف يا حبيبتي ايه واش بيك واش صرالك خوك يا لالا خوك وينو اليوم نباصي عليه بالعقل استهدني صلي عنبي ودوق نفريوها وقيلا كنتي طيبي في العشاء نطيب له واش اليوم مش نطيب له العشاء جوزي حبيبتي ما حقش عليك تعمل فيها هكذا والله ما حق عليك كرهت لي حياتي يا ابو نسمه منين دخلت الدار ما لقاهاش ونهار كامل وانا في الخسائر شي ولدي سمع هو الراجل كي ما يعرفش يصرف وما يمدش المصروف لمرتو المراه كي يعود ما عندهاش المصروف واش راح دير هيا انت قولي لنا المراه كي ما مدلهاش الراجل الدراهم هاي واش تقدر دير هاو ما عاد كل ما نطلب منه حاجه يقول لي ما عنديش اما انا شمرت على دراعي نخدم الشخشوخه مع جارتي وكيعرف أعطاني طريحة وخرج في عيوب السبعة وش بيك صلح خويا شوف قرب فقست لها عينها زرقت لي لحمي تحبي تشوفي ما كان لا نشوف واشدي ما كان لا عيب والله غير عيب ما كانش مرا وراجل ما يتقابضوش وما يكونوش اللحم تاع بعضاهم صح في هادي عندك الحق ما كانش اللي ما عداش على المرحلة هادي المهم هي قصوا عليكم من قالوا الشيطان سيدي ورجوا لبعضكم هاي بالصحة وحرم وطلق ما عليش يا سيدي وحرم ومقلق ومغشش وهذا مكان ما عليش فايتة فوتوا شوية فوت هيا تسامحوا نسامحوا ولكن بشرط شرط مجيئا شرط تعطيني 5 ملايين ندير البروجي بروجي مش من بروجي هذا باغي نشري الماتريال باش ندير الشخشوخه وندير البالكوكس وندير المطلوع هاكا انا نتهنى من الضر وهو يتهنى من الجاره اي معليش هذه من بعد ان شاء الله بيناتكم تفاهموا ويعطي لك باش ديري البروجي
المهم انا نقول لكم حاجه، تصالحوا وتسامحوا ورجعوا لبعضاكم، والا واش تحوسوني درك نهزكم في زوج ونديكم الحصان تاع المسامح كريم ولا كيفاه؟ والله على وجهك، على وجهك ابو نسبه، والله والله على وجهك والله. هيا تسامح.